وباء حمى الظنك اجتاح مدينة صلاح الدين في الضواحي الغربية لمحافظة عدن، وعدد الوفيات يرتفع إلى 4 حالات في أقل من أسبوع. قبل الدخول إلى المدينة التي أنشئت منتصف القرن العشرين لمنتسبي الجيش، يواجهك المستشفى العسكري وهو الوحيد في المنطقة معطلا من خدماته، مفرغا من أبسط المستلزمات الطبية ومن أغلب طواقمه. لا توجد هناك معنية تلبي طلباتنا، ولا باب إلا ونحا قرعناه، ولا إذن له سمعتنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وبعد أن كان مستشفى رائدا، يعجز الآن عن استيعاب الحالات المزدحمة في هذه العيادة الملحقة به في وسط المدينة الصغيرة. الحالات المشتبه بإصابتها تفوق 50 هنا، عوضا عن حالات لجأت إلى المستشفيات الكبرى والخاصة البعيدة في وسط المحافظة. إذا بدأ يحس في آلام، صداع شديد، بدأ له حمى، آلام في الظهر، المراحل الأخيرة دي مراحل يعني تكون عنده نزيف، هذا طبعا لما يكون قد وصلت الصفائح الدموية نقصت كثير، وفي ذي الحالة لابد أنه يكون يعني يتمدد تمديد المستشفى، يعني ما نقدرش نحن نلحقه كعيادة خارجية، إمكانياتها محدودة. تقريبا الآن من أيام الأزمة في الحرب الأخيرة لم تتجه وزارة الصحة إلى هذه العيادة. هذه العيادة تبنتها عيادة طوعية يعني من المغتربين اللي هي من أهالي المنطقة في السعودية. المياه العذبة الراكدة هي السبب الرئيسي لحمى الظنك حسب المعلومات الطبية. وفي منطقة صلاح الدين أدى انقطاع مشروع المياه إلى انتشار المياه المعبأة المكشوفة في المنازل. هذا سبب، ونحن دائما نقول للناس قطوا، ما تقدرش تقول الناس لا تخزنوا ماء والماء مقطوع. عوضا عن هذه البحيرة التي أحدثتها حفريات مشروع الطرقات في منطقة كغيرها من مناطق الضواحي خارجة عن عناية الدولة، ما زالت حالات حمى الظنك تتوافد إلى هذه العيادة الصغيرة في منطقة صلاح الدين في ظل عجزها عن استيعاب المزيد من الحالات وغياب إدارة الصحة عن القيام بدورها المطلوب. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.